واحدة بتقول انا فتاة في كلية الحقوق ونفسي تقول لي ربنا معك ربنا معك يا بنتي، ونفسي عندما اتخرج اعمل محامية، وهل هذه المهنة حرام؟ لا مش حرام طبعا، هو ما فيش وظيفة نقول عليها حرام الا لو كان استخدامها بطريقة حرام. يعني انسان محامي ويدافع عن المظلومين فيها ايه حرام؟ لكن محامي ويدافع عن الباطل يبقى هنا الحرام. مش الحرام في الشغل كمحامي، الحرام في الدفاع عن الباطل. انا قلت لكم مرة على ما اظن ان المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند المعروف كان في الاول محامي في جنوب افريقيا، وكان اي حد يجيب له قضية يقول له سيبني كم يوم كده ويدرس، اذا وجد ان عنده الحق يقبل يترفع فيه، ما عندوش الحق يرجع حاله يقول له ما اقدرش اخش في القضية. عشان كده كان القضاء في جنوب افريقيا يحترموا جدا غاندي كمحامي، يعرفوا ان الرجل حقاني.